ايه سبب البلاغ؟ مساء الخير ست النائبة، مساء الخير. النائب المحترم خالد عبد العزيز، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضلي. والله يا استاذ معتز، الوضع ان انا تقدمت بمذكره لاسم مدينه نصر تاني. اي بطعن فيها على الجمعيه العموميه لحزب المصريين الاحرار او الجمعيه العموميه الغير عاديه، وعلى كل ما ينتج عنها من قرارات. اي يمكن انا سامع الحوار اللي دائر ما بين النائب خالد عبد العزيز واحمد سامر منذ البدايه، ويمكن بس هو هناك بعض التوضيحات. اولها ان النائب خالد عبد العزيز وغيره من نواب المصريين الاحرار عندما التحقوا بحزب المصريين الاحرار قبل الانتخابات البرلمانيه، التحقوا وهم يعلمون تماما ان هذا الحزب هو حزب ليبرالي، وان هناك لائحه تقيد هذا الحزب وهي قانون الحزب، وهم ارتضوا بهذه اللائحه. ده رقم واحد. رقم اثنين، احنا يعني احنا لم نفاجئ ان هذا الحزب هو حزب ليبرالي، او ان هذا الحزب يدعم الراسماليه، او هو حزب راسمالي ويتحدث عن اقتصاد السوق الحر. احنا لم نفاجئ بهذا، هذا الحزب انشئ لهذا السبب. انشئ ليدافع عن الليبراليه. وخليني اقول لحضرتك ان هذا الحزب يعني في وجهه نظري الشخصيه هو الحزب الوحيد الذي كان قبل هذه الفترة، قبل فترة تولي عصام خليل منصب رئيس الحزب أو القائم بالأعمال، هو الحزب الوحيد الذي كان يتحدث بالليبرالية. كان رئيسه دكتور أحمد سعيد وهو البرلماني المحترم الرجل الليبرالي، كان يتحدث بالليبرالية. فالنهاردة لما احنا نيجي نقول أن هذا الحزب يفقد مصداقية الناس في الشارع، أو هذا الحزب كان ينتقص من النواب أثناء فترة الانتخابات البرلمانية، إذا لماذا انضممتم إليه؟ يعني إذا كنا ندافع فأنا أدافع عن هذا الحزب، هذا الحزب الذي يعني كنت فيه لمدة. طب ممكن رد من سيادة النائب؟ اتفضل يا استاذ خالد. أولا أنا انضميت للحزب، أولا منى هانم، أنا انضميت للحزب. مي هانم، مي محمود، مي هانم. سيادة النائبة المحترمة، أنا انضميت للحزب علشان ده حزب ليبرالي، يعني حزب الحرية. وبعدين احنا الحاجات دي كلها يعني عانينا منها في ظروف من 30 سنة كانت الأحزاب كلها في مصر طبعا لا ليبرالية، إلا طبعا حزب الوفد المحترم، ولكن كان هناك بعض طبعا نقول الإطارات اللي كان ما يقدرش يخرج عنها. احنا انا اما بقول في رأسمالية، انا مش بتكلم، انا مع الرأسمالية طبعا ومع الأهداف الليبرالية، ولكن انا بتكلم على شخص معين عاوز ياخد حق امتلاك الحزب. عصام خليل يعني حق امتلاك الحزب. طب نسمع الدنيا كلها عارفه، مش انا على فكره هو في على فكره في حاجه لا الدنيا كلها عارفه الكلام دوت، مش انا، مش خالد عبد العزيز. الدنيا كلها. انا عايز اعرف موقفك انت. انا موقفي انا موقفي ان في ناس او في مجموعه معينه عاوزين باموال بكل حاجه عاوزين ينقضوا على الحزب. كلمني بمعلومات سياده النائب. استاذه مي، استاذه مي اتفضلي. اعترض على ما يقال جمله وتفصيلا، لان حزب المصريين الاحرار لم يكن في يوم احد يتحكم فيه، ويمكن النهارده لما انا هاجي اتكلم فانا بتكلم وانا ليا سابقه خلاف مع المهندس نجيب ساويرس في بدايه انعقاد البرلمان المصري، وعندما ذهبت بدعوه من الاب والمعلم الراحل اللواء سامح سيف اليزن لحضور اجتماعات ائتلاف دعم مصر قبل انعقاده، خرج المهندس نجيب ساويرس وادعى انني مفصوله من الحزب وانه فصلني، وانا كان ردي على الكلام ده ان مجلس الامناء ليس له سلطه الفصل في المصريين الاحرار، وعصام خليل حولني للتحقيق بسبب هذا الموضوع. يعني عصام خليل حولني للتحقيق لما انا يعني اتكلمت وقلت ان مجلس الامناء ليس له سلطه. النهارده بعد سنة من تحويلي للتحقيق، وبعد كل فترة عصام خليل يخرج علينا هو ويعني من يطلق عليهم قيادات الحزب، ويتحدث عن أن مي محمود تم فصلها من قبل المصريين الأحرار، على أن على الرغم أنني تم دعوتي إلى اجتماع الجمعية العمومية مرة برسالة ومرة أخرى بالتأكيد على الحضور. النهاردة عصام خليل هو من يتحدث في أحد البرامج الأخرى في هذا الوقت، في الوقت اللي أنا بكلمك فيه، على إن عصام خليل
على ان عصام خليل بيقول ان نجيب ساويرس يتعامل مع الحزب كالاخوان. انا برفض تماما هذا الكلام، ليس لشخص نجيب ولكن للائحه المصريين الاحرار. شهاده حضرتك إيه؟ شهاده على استاذه مي. شهاده استاذه مي اعذريني، لان الاستاذ خالد عبد العزيز بيقول ان انت عملتي شهاده على نفسك. يعني شهاده على حضرتك سياده النائبه، دي شهاده ان نجيب ساويرس عندما انعقد ائتلاف دعم الدوله او دعم الدوله او في حب مصر وحضرتك حضرتي، فنجيب ساويرس اتدخل وقال ازاي انت تحضري، فهذه دكتاتوريه يا فندم. ده 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 تسلط فحضرتك ان عصام خليل نبتدي يعمل معاكي ده، هذا توجيهات مكتب الارشاد، توجيهات المجلس الامناء، ان لابد ان حضرتك اعترفت دلوقتي اعتراف رسمي ان نجيب ساويرس تدخل، فعشان يا حضرتك دعوه من ائتلاف دعم مصر، عشان كده نجيب ساويرس قال لها لابد من تحيات. شفت احنا عشان كده مش عاوزين كاعضاء مجلس النواب مش عاوزين حد يوجهنا، احنا مش خلفان، احنا مش عاوزين خلفان تاني، احنا معلش يعني نقف قدام اي حد ضد مصالح الدولة.